True Confidence تحت الإيمو 9460784 أصيبت في عدن قادمة من الميناء الصيني ليان يونغانغ، خرجت منه في يوم 13 من شباط فبراير على الساعة 1:13، ونحو جدة ستصل غدا يوم 7 من هذا الشهر من مارس 2024. توقفت عن تحديد موقعها عبر الأقمار الصناعية منذ 5 أيام و4 ساعات، وهي حاملة لعلم باربادوس بطول 182 مترا 182.98 مترا، أي من طراز الـ LOA، لـ30 دقيقة، والتنبيه قائم لإعادة توجيه ملاحتها كما يحدث دائما مع باقي السفن. في تدقيق جديد، فإن آخر انطلاقة لهذه السفينة من سنغافورة يوم 21 من فبراير، أي بعد مكوث في مينائها ما بين الصين وما بين السعودية، ما بين ميناء يونغانغ وما بين جدة، وجدنا أن حالة المكوث في مينائها دام 15 ساعة و25 دقيقة، فقط مملوكة لجهة أمريكية قبل أن يخرج الأمريكيون ليؤكدوا أنها لشركة بليبيريا. ولمزيد من التضليل، فإن آخر مالك لها ظهر ويتبع لأولامار نافيغاسيون أو نافيغاسيون عام 2011، لاسمها يعود هذا التمليك القديم إلى تايزان، وهذا اسمها القديم، وشركة ألومار هي يابانية بشيوغاماشي 9850016، وبدون عنوان جرى ترقيمها تحت 27/0/15/00963. لكن هذا التقرير ليس دقيقا، ويعود لإعلان في ليتوانيا منذ 10 أغسطس 2019، آخر تمليك، والملكية لأمريكا عبر وثائق بنما تحت الرقم 15681. وهذه قصة True Confidence الأمريكية التي أصيبت في خليج عدن. حسب أمبري فهي مملوكة أيضا لشركة أمريكية. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. في وقت سابق لم تكن أمبري أو غيرها من الشركات الخاصة بالملاحة والتأمين البحريين في بريطانيا يعطون اسم الشركة التي أصيبت أو التي دمرت، لكن في حال التدمير مثل الذي حدث، وأيضا فقدان 4 ويعني خسائر تؤكد أن هذه الإصابة إصابة قوية للغاية، فإن اليوم يتحدث الجميع عن درجة الخسائر وليست الإصابة فحسب. نحن نتحدث عن إغراق وغرق محتمل لهذه السفينة الأمريكية، وهذه السفينة التي أصيبت اليوم يتأكد معها أن الخسائر خسائر مرتفعة للغاية في باب المندب. من جهة أولى، فإن الأمريكي قال بأن هذه السفينة لا يمتلكها في 2011، ومع ألوما كما ذكرنا بالتسلسل، فإن هناك تمليك أمريكي عبر بنما للتأكيد على هذه الملكية، وهذه الملكية انتقلت من بنما إلى شركة في ليبيريا وتحمل علم باربادوس. في كل الأحوال اليوم، فإن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت
الآن تعطي تمليكاً مباشراً لصالح ليبيريا التي لا نعرف لها هذه القدرة المالية في تملك سفن في مثل هذا القدر، ونحن نتحدث عن طراز متقدم للنقل. ثم ثانياً فإن هناك رغبة الآن في أن يكون التمليك في ليبيريا وأن يكون العلم للإبحار والملاحة عبر بربادوس أو غيرها. إذن أمريكا تلعب في التمليك من أجل عدم إصابة السفن الأمريكية، لأن هذه الحرب اليوم حرب مدمرة ضد الاقتصاد الأمريكي. والجنرال الذي قال بأن هذه اللقمة لا يستطيع بلعها اليمني فقد ابتلعها، وأضاف أن الأمريكي هو الذي يختبئ من خلف اليوم بنما ليتوانيا، بنما ليتوانيا اليابان وبربادوس وليبيريا، خمس دول من أجل تمليك من هذا الاتجاه وذاك ببيانات غير دقيقة على الإطلاق، فيما أن آخر مالك لها تأكد أن مثل هذه الملكية أساساً هذه الملكية غير دقيقة لسبب بسيط جداً. من جهة أولى، فبعض السفن التي تذهب وتقوم بعمليات بين الصين وما بين الخليج أيضا تقع تحت التخوف من متابعة الصينيين، فهذه مسألة رئيسة. ثانيا، أن هناك سفن تتبع لشركات، هذه الشركات تصب أموالها وأرباحها لدى الاستخبارات، بمعنى أن هذه الاستخبارات هي لا تأخذ الأموال فقط من دافع الضرائب، وإنما أيضا باستثمارات تقوم بها. ولذلك هناك مثلا في بنما وفي غيرها هذه الاستثمارات التي تمر بدهاء ما بين دول وما بين نقلها من هذا المكان إلى ذاك عبر تمليك متكرر وبدون وضوح. اليوم ظهر المالك ولكنه ليس مالك، إنه مانجر لا أكثر ولا أقل، مدبر لا أقل ولا أكثر. التمليك كما ذكرنا يطرح أسئلة عديدة وكله يعود إلى ملكية CIA. في واقع الأمر هذا الرقم الذي نؤكده اليوم بالنسبة لبنما 15681، فإن في بنما هذا الرقم يتبع مباشرة للCIA، هذا هو المؤكد. إذن هذه السفينة أمام كل الوثائق غير الدقيقة، لكن في واقع الأمر هذا استثمار للCIA، وأيضا هذه السفن أو مثيلاتها تعمل بشكل مباشر على أمور دقيقة للغاية. لذلك جاءت الإصابة ربما إصابة محكمة للإغراق. إذن بالنسبة للإصابات التي حدثت في البحر الأحمر هي إصابات تجاوزت كل السقوف التي يمكن أن تؤكد عليها DIA وأيضا CIA. والدليل عندما أتى بلينكن ليقول إن كل اتفاق بخصوص وقف إطلاق النار وغير الكل، وهو في لقائه مع وزير خارجية قطر، ماذا قال؟ قال بأن اليوم القرى لدى حماس. هذا بلينكن يتحدث من واشنطن في استقبال وزير خارجية قطر. في الاتجاه الآخر وجدنا أوبشتاين وما يهدد به بأن وقف إطلاق النار أو الهدنة في غزة لا يمكن بين قوسين أن تشمل جنوب لبنان. ولذلك وول ستريت جورنال القريبة من استخبارات البنتاغون ماذا تقول؟ تقول بأن هناك أساسا هدنة إنسانية من دون اتفاق. هذه الهدنة الإنسانية لا تشمل بالضرورة جنوب لبنان، وبالتالي فالاتفاق مع حماس إذن لا يمكن هذا الربط. ومن خلال هذه
اللعبة من خلال هذه الهدنة الإنسانية. يمر رمضان، يمرر رمضان من دون حريق ضد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وفي العالم الإسلامي. هذه زاوية. الزاوية الثانية، يتم الفصل ما بين الهدنة المعلنة من الجيش الإسرائيلي في غزة دون إعلانها في جنوب لبنان، ولا إمكانية بالنسبة لحماس كي تقول إنني سأواصل الحرب ما دام أن هناك مواصلة للحرب في جنوب لبنان. وبالتالي فإن تمرير هذه الخطة الأمريكية هي السارية اليوم. لكن الضربة الموجعة أن السي آي إي اليوم أمام استثمارها تضرب، لأن هذا الرقم بالنسبة للاستثمار ضربه. وبالتالي فإن الحوثي وأنصار الله يقصفون بطريقة تجعل كل شيء محسوب، كأن أمرا يتجاوز الحسابات، كأن هناك دقة عالية في الحسابات تتجاوز بالتأكيد الفاعل الأساسي في هذه المعادلة. معنى ذلك أننا نتحدث اليوم عن سكاي، وكيف حدث أن أفشلت البحرية اليمنية أكبر عملية في البحر الأحمر ضد الكابلات. الآن أيضا هناك ضربة موجهة مباشرة لباخرة موجهة لاستثمار السي آي إي. والغريب أن مثل هذه السفن، وتعرفها جيدا الصين بأن هناك سفن تشتغل لصالح أجهزة محددة، أجهزة استخبارات دولية لتمويل العمليات السوداء، العمليات السرية، اليوم تضرب أول سفينة من هذا النوع. السفن السوداء أول مرة تمس البحرية اليمنية عصبا حقيقيا لدى الأمريكيين. أرادوا ببساطة أن يراوغوا، لكن تدقيق أن هذه السفينة بتمليك في بنما كشف أن الأمر يتعلق بملكية استثمار مباشر للسي آي إيه. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.